تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه من صاحب الجلاله السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام وذلك بوفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله واعرب جلاله سلطان بروناي دار السلام في برقيته عن احر تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته